هل ينفع أن يكون المهر حفظ القرآن إذا كان المتقدم مفلسا تماما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلى القرآن كصداق إلا عند الإفلاس التام، لما قال الرجل يا رسول الله ما عندي ولا خاتم من حديد، فقال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. أما إذا كان الرجل يملك مالا فعليه أن يعطي المرأة صداقها. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والرسول لم يجعل مهر نسائه القرآن، وهو سيد ولد آدم.